عادل الشاوي أبو موسى أخو الشيدان خالد وموسى الله يرحمه. طبعا إحنا تاجينا الصبح على الساعة 6:50 دخول قوات خاصة. إحنا طبعا الكل نايم، أنا والله صليت الصبح في البلد، يعني أنا حتى يعني وأنا في البلد أنزل على الدار عرفت إنه في القوات الخاصة صارت محاصرة الدار ومحاصرة بقوات كبيرة، يعني بحاصروا بيوتنا ثلاثة، طبعا بيتي وبيت خالد أخوي وبيت دار أبوي، وبيكلفشوا محمد أخوي بأخذوا وبحاول يكلفشوا مرض خالد أخوي ومرض كتيبة على أساس إنه كان يسلم حاله بناته بيستسلم، فيش حدا عندنا هون مطلوب، يعني شباب كتيبة في الأمن الوطني وموسى عامل بالبنى، يعني مش القوات الخاصة أول ما توصل تعتلي الدور اللي كبرنا بقناص بضرب في ابن أخوي عدنان مشير طبعا تصاب عظهر الدار، هو بينام بالأغلب عظهر الدار، فبضربوا رصاصتين، واحدة بيجروا واحدة بالحوض، وساعتين هو ينزف وحاولوا يعني أخوي وإحنا بنات الدار يعني وعساس إنه ينزلوه بس يسعفوه، فبرفضوا ساعتين وينزل، فزي شايفين دمه، وآخر شيء بيجوا بنزلوا الجيش على الجيب بدهم يعتقلوه، وضباط الإسعاف بيحاولوا إنهم يقضوه ما كدروش، نزلين البنات وسحبينه من الجيب يعني غصب، بعد ما تأكدوا طبعا إنه مش مطلوب، يعني تخيل بتصابوا تحاول قتله وتدشوا تفلتوا ينزف ومش مطلوب، يعني الصلف والعنجهية، يعني أنا مش فاهم يعني شو هالأخلاق، شو أخلاق هالدولة اللي مركبة عليها أخلاق، يعني النازية بيحكوا عن النازية، هاي النازية هاي بحد ذاتها النازية، إحنا ناس آمنين مدنيين في حالنا، لا مسلحين ولا أطفال، روعوا الأطفال والنساء، هاي أبوي عمره 95 سنة مش قادر يوقف على جريه، بصحى على صوت الخبط والطخ، طبعا مين مات ابنه، مين مات ابن ابنه، مين فكلك بعد فات ساعتين من النزيف حا يعني قدرنا نخلص مشير وطلعنا على التركي، والحمد لله يعني إصابته هسه مستقرة، عنده كسر في الحوض إصابة وكسر في إجره، وبيكملها الضابط بتصل علي تلفون، أنا طبعا أنا بحياتي ما أذيت ولا رحت ولا جيت، ألو نعم أنت بدنا موسى، طب موسى شو عامل لك وكتيبة سلموا حالهم ولا إحنا بنهد الدار، طب شو دخل الدار انت، واحد افرض انه مطلوب إيه لك او لاس او شو دخل الدار وتهد لي الدار، يا او يعني انت هالكد يعني بتضرب، يعني بعد ما ابني انا سائل عن الدار، قلت له هدي يا سيد الدار، هدي الدار وهدي اللي فيه، يعني مش هل انا اللي بدي اوجه رسالة للعالم، للعالم اللي بيفهم والعالم اللي عامل اللي فيها حقوق انسان، ولا سيد بايدن شخصيا اللي بقول لك اسرائيل بتدافع عن نفسها، أي دولة بتدافع عن نفسها بتيجي أطفال نايمين عزل أطفال ونساء في كلب بيت آمن الساعة 6 الصبح بعد صلاة الفجر وبطخوا وبكيموا وبحطوا وحد بيحاسبهم، يا سيد بايدن يا رؤساء دولنا العربية المحترمين يا مجلس الأمن، بكفيكم صلف وبكفيكم عن جهية وبكفيكم كلب مكيالين، عيب اللي قاعد بصير، عيب الشعب الفلسطيني قاعد يذبح، الشعب الفلسطيني الأعزل المظلوم المحتل لأرضه اللي بيته بيبنش عليه مظلوم، فرجاء يعني بين كوسين حماس بكت ذريعتكم حماس في غزة، و7 أكتوبر وين 7 أكتوبر عندنا بالضفة الغربية، أنا بدي أفهم وين 7 أكتوبر، مين مآذي اليهود لما انت بتيجي علي من تل أبيب او من نتانيا وبتيجي عبيتي في عكابة، شو عامل لك انا جيت عبيتك انت جيت عبيتي، عيب اللي قاعد يصير، عيب وهذا اشي سيء لحقوق الانسان ومجلس الامن اللي لأميركا اللي بتتغنى في الديمقراطية وحرية، يا جماعة الخير بكفي انتوا بدل ما تعملوا مخرب زي ما بتخرفوا عنه مجاهد ومناضل، انتوا بتعملوا كادين كل الشعب الفلسطيني ويا حيا يا موت، بطل فيها، انتوا حاطين حل وسط، يا بدي اعيش يا بدي اموت.